يسعد. اهلا فيكم مشاهدينا بصباح يوم جديد ومشوار صباح جديد متجدد دائما. يسعد صباحكم عبر شاشه تلفزيون فلسطين من طول عليكم لساعتين من الزمن. انا ويارا صباح الخير من جديد. يسعد صباحك نوره وصباح الخير لكم مشاهدينا. مثل ما عودناكم فقرات مميزه، خلينا نتوقف لنشاهد ابرزها. بأولى محطتنا الثقافية لهذا اليوم إطلاق رواية مشاة لا يعبرون الطريق للروائي الدكتور عاطف أبو سيف معالي وزير الثقافة. ومن غزة قطع فنية من مواد أعيد تدويرها. كالمعتاد مشاهدينا جمعنا لكم أبرز الفعاليات والأنشطة اللي رح تنظم في المحافظات الأسبوع القادم من ضمن فقرة أين تذهب؟ وفي فقرة طبيبك مع زميلتنا نادين جواريش هنتحدث عن خفض حرارة الطفل المرتفعة. وبنافذة مباشرة من الناصرة مع زميلتنا سلام مشرق نتحدث فيها عن مفخرة المسمار. أخيرا مشروع جلوريز جرين لايف للمأكولات ولحياة صحية. هذا أكيد مشاهدينا كالمعتاد دائما منحب نبدأ مشوارنا الصباحي بالإطمئنان واستعراض درجات الحرارة المتوقع أن تسجل هذا اليوم في محافظات الوطن أيضا في بعض العواصم العربية والعالمية. صحيح، بالإضافة للصحف المحلية والصحف الإسرائيلية أيضا بعد الفاصل. صباح الخير مشاهدينا، اليوم الخميس 19 من أيلول يكون الجو حارا نسبيا إلى حار ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. أما بالنسبة للرياح فبتكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج. والآن مشاهدينا دعونا نشاهد سويا درجات الحرارة المختلفة في محافظات الوطن. نبدأها من القدس كالمعتاد، سجلت اليوم 33 درجة مئوية، رام الله 32، نابلس 34، طوباس وجنين تشاركوا في نفس درجة الحرارة 35، طول كرم وقلقيلية 34، سلفيت سجلت اليوم 33، أما في أريحة فارتفعت فيها درجة الحرارة ل 40 درجة مئوية، بيت لحم 33 والخليل أيضا 33 درجة مئوية، وإلى درجات الحرارة في العواصم أو في المحافظات الجنوبية: غزة 32، دير البلح 31، خان يونس 32، وأخيرا رفح 33 درجة مئوية. مشاهدينا، من درجات الحرارة وحالة الطقس في مختلف محافظات الوطن إلى بعض العواصم المحلية والعالمية ودرجات الحرارة فيها. مشاهدينا، من الحالة الجوية إلى الصحف المحلية بعد قليل.
بكم مشاهدينا إلى الزاوية الإخبارية من مشوارنا الصباحي لهذا اليوم. قراءة في أبرز معلومات الصحف المحلية الصادرة الثلاث لهذا اليوم، الحياة الجديدة، الأيام والقدس، بدءا من عناوين صحيفة الحياة الجديدة. الاحتلال يعدم مواطنة بدم بارد على حاجز قالنديا، تفاصيل هذا الخبر حيث أعلنت وزارة الصحة استشهاد مواطنة أطلق جنود الاحتلال الرصاصة عليها عند حاجز قالنديا شمال القدس المحتلة. وأظهر أيضا فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بالأمس لقيام عناصر من شرطة الاحتلال بإطلاق نار من مسافة قريبة على المواطنة التي لم تشكل أي خطر عليهم. أيضا من ضمن الأخبار على أولى صحيفة الحياة الجديدة لهذا اليوم، السيد الرئيس يلتقي وزيرة خارجية النرويج ويثمن الدور الذي تقوم به بلادها في تقديم الدعم لشعبنا. ووصل سيادته إلى أوسلو في زيارة رسمية تستمر لثلاثة أيام. السيد الرئيس يهنئ نظيره التشيلي بعيد الاستقلال ويمنح الفريق عبد الرازق اليحيى نجمة الشرف من وسام ياسر عرفات. أبقى بعناوين صحيفة الحياة الجديدة لهذا اليوم، السعودية مجددا، إعلان نتنياهو ضم أراضي بالضفة إجراء باطل وتصعيد بالغ الخطورة، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لمواجهة الجرائم الإسرائيلية. أيضا الخبر الأخير من الحياة الجديدة، الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى إنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية وتفكيك البؤر الاستيطانية. أيضا ميركل تؤكد أن ألمانيا لا توافق على إعلان نتنياهو ضم الأغوار، والعاهل الأردني يحذر من تداعيات كارثية لهذا الإعلان. أذهب مشاهدينا إلى العناوين المختارة وما كتبته صحيفة الأيام من على صفحتها الأولى. إسرائيل منقسمة، تبحث عن حكومة وحدة وطنية مع تلاشي فرص احتفاظ نتنياهو برئاسة الوزراء. طبعا العديد من العناوين الفرعية مرتبطة وراء وتحت هذا العنوان الرئيسي في صحيفة الأيام. نتائج الانتخابات الإسرائيلية تقذف بخطة صفقة القرن في مهب التأجيل مجددا. كتبت أيضا الأيام والفاجعة التي كانت بالأمس، مصرع 4 مواطنين من بني نعيم في حادث سير مروع شرق الخليل. هذا كان من داخل الإطار الأسود. طبعا ترفق الصحيفة صور الشبان الأربعة الذين يعني ذهب مصرعهم بالأمس في حادث السير. واصل القراءة من صحيفة الأيام، البنك الدولي يشير لتراجع محركات النمو واشتداد أزمة السيولة في مناطق السلطة، وتوقع ركودا خلال السنوات القادمة. هذا كان من ضمن العناوين اللافتة على أولى صحيفة الأيام. من أعلى رأس صفحاتها، 7 مصابين جراء سقوط قذيفتين محليتين على منزل أو على منزلين شرق رفح. من ضمن أيضا واصل زاويتنا الإخبارية، أذهب إلى عناوين صحيفة القدس التي تشاركت بطبيعة الحال عناوينها مع عناوين صحيفة الحياة الجديدة والأيام. إصابات بالاختناق في عزون وهدم منشآت زراعية شرق طوباس، مواصلة اقتحام المسجد الأقصى واختراط بالهدم في عدد من المحافظات بالضفة. غانتس يبدأ بإجراء اتصالات مع الكتل البرلمانية، 12 مقعدا للقائمة العربية المشتركة بعد فرز 95% من أصوات الناخبين. أيضا كان هذا من عناوين صحيفة القدس لهذا اليوم. من ضمن العناوين الفرعية تحت هذا الخبر، نتنياهو يعتبر النتائج منعطفا تاريخيا ويتعهد بتشكيل حكومة صهيونية قوية. رئيس الوزراء الإسرائيلي يلقي خطابا في الأمم المتحدة، هذا ما كتبته أيضا من ضمن الأخبار على أولى صحيفة القدس لهذا اليوم. ترامب يعين روبرت أوبراين مستشارا لشؤون الأمن القومي خلفا لبولتون. كان هذا من ضمن العناوين أيضا على صحيفة القدس. أما عناوين الصحف الإسرائيلية مشاهدينا وجولتنا في الصحافة الإسرائيلية مع الزميل المختص بالشأن الإسرائيلي فايز عباس بعد لحظات.
يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا، وإلى الصحف الإسرائيلية مع الزميل فايز عباس والذي سينضم إلينا مباشرة من كفر كنا. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير نورة. صباح الخير رجاء. صباح الخير للمشاهدين، للزملاء في غرفة المراقبة. طبعا اليوم الصحف الإسرائيلية على الانتخابات ونتائجها والمشكلة التي يواجهها رؤساء الأحزاب في إسرائيل. المعادلة معقدة جدا الآن. نتنياهو استطاع بالأمس أن يشكل جسما مانعا من الليكود وأحزاب المتدينين واليمين 55 مقعدا لكي لا يتم التفاوض مع بيني جانتس من أي من هذه الأحزاب. وبالمقابل بيني جانتس طبعا يرفض حتى الآن إمكانية التحالف مع حزب الليكود برئاسة نتنياهو، لكن نتنياهو أعلن بالأمس أن الحكومة ستكون برئاسته مهما كانت الأوضاع، يعني هو ليس مستعدا أن يصل إلى اتفاق حتى على التناوب على رئاسة الحكومة. ما هي هذه الإمكانيات المطروحة الآن؟ في صحيفة دوت أحرونوت والتي نبدأ بها، تقول الصحيفة أن النتائج طبعا شبه النهائية حتى الآن: أزرق أبيض 33 مقعدا، الليكود 32، القائمة المشتركة 12 مقعد، شاس 9 مقاعد، ليبرمان 8 مقاعد، أيضا يعني أجودات إسرائيل الحزب المتدين 8 مقاعد، حزب العمل 6 مقاعد، والمعسكر الديمقراطي 5 مقاعد. كتلة اليمين اللي كي يمنع نتنياهو أي مفاوضات مع جانتس صارع إلى تشكيل كتلة مانعة مع الحريديم واليمين، وطبعا الذين وعدوه بأنهم لن يجروا أي مفاوضات، والمفاوضات مع الأحزاب الأخرى ستكون فقط بواسطة نتنياهو. عفوا. لكن هناك محاولة من قبل نتنياهو لضم حزب العمل أو أعضاء من حزب أزرق أبيض، لكن بالأمس أعلن عمير بيرتس رئيس حزب العمل أنه لن يجلس ولا في أي حال من الأحوال مع بنيامين نتنياهو. الانتخابات ثالثة. مسؤولون في الليكود يقولون أن نتنياهو لا يستبعد الذهاب إلى انتخابات ثالثة إذا ما خرجت أصوات ضده من داخل حزب الليكود. لربما، وهذا إمكانية واردة، أن يقوم نتنياهو بإجراء انتخابات داخلية لرئاسة الحزب، وستكون هذه الانتخابات سريعة لكي يتم انتخابه ولا أحد ينافسه خوفا من التمرد ضده داخل الليكود. وليبرمان يضغط رئيس حزب إسرائيل بيتنا، وهو طبعا يشكل بيضة القبان في هذه المعادلة، ووعد بأنه لن يدخل في ائتلاف مع الأحزاب الدينية أو العرب، وقال إذا لم يعلن جانتس أو نتنياهو عن استعدادهم لتشكيل حكومة وحدة وطنية فمن الأفضل ألا يجروا اتصالات معه. ميراف بتيتو الكاتبة في صحيفة دوت أحرونوت تكتب اليوم التدفيع الثمن. اليوم نتنياهو دفع الثمن بسبب سياسته اتجاه الدروز العرب الأثيوبيين وسكان غلاف غزة. الحساب الذي فتحه نتنياهو مع هؤلاء تم دفعه في صناديق الاقتراع. الغليان داخل الليكود: إذا فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة عندها سيخرجون ضده عدد من قادة الليكود، لكن حتى هذه اللحظة هناك حفاظ على الهدوء وعدم التحدث في هذا الموضوع بشكل علني. طريق مسدود. ما هي الإمكانيات؟ الإمكانية الأولى الذهاب إلى انتخابات ثالثة إذا لم يتم تشكيل حكومة وحل وطبعا سيتم حل الكنيسة. ثانيا حكومة وحدة مع تناوب بين جانتس ونتنياهو بمشاركة ليبرمان.
الإمكانية الثالثة حكومة وحدة لكن بدون نتنياهو. طبعا حزب الليكود يرفضون هذه الإمكانية، وأيضا إذا طبعا هذه الإمكانية واردة لكن إذا استقال بنيامين نتنياهو من رئاسة الحزب. الرابعة، نتنياهو يشكل حكومة ضيقة في حال تراجع ليبرمان عن موقفه من الأحزاب الدينية أو إمكانية سحب أعضاء من اليسار المركز الذين سينضمون له في الائتلاف. هذه إمكانية غير واقعية. الحصانة ليست مطروحة الآن، ولكن نتنياهو خطط بعد فوزه بالانتخابات لإقرار قانون الحصانة الذي يمنع النيابة العامة من تقديم لائحة اتهام ضده في ملفات الفساد. وأيضا خطط نتنياهو لإقرار قانون يمنع المحكمة العليا الإسرائيلية من التدخل وإلغاء هذا القانون. وأيضا هو سيقوم بتغييرات لو نجح في النظام القضائي الإسرائيلي. يعني يريد نتنياهو أن يشكل نظاما قانونيا يلبي طلباته ورغباته لكي لا يذهب إلى السجن. نتنياهو بعد عيد رأس السنة قريبا العبرية سيخضع نتنياهو إلى جلسات الاستماع حول ملفاته الفساد، ملفات الفساد 1000 و2000 و4000. وطبعا أكيد نتنياهو زعلان، ترامب لم يتصل به، وقال ترامب بالأمس كما تقول صحيفة دعوت أحرنوت: علاقتنا مع الشعب في إسرائيل. نتنياهو ألغى سفره للولايات المتحدة لإلقاء كلمة في الأمم المتحدة، وهذه المرة الأولى التي لا يشارك فيها نتنياهو في هذا الاجتماع منذ عام 2010. وكان من المقرر أن يلتقي مع الرئيس ترامب لبحث الملف الإيراني وملفات سياسية وأمنية أخرى. النجاح المشترك للقائمة المشتركة، طبعا ارتفاع نسبة التصويت للقائمة المشتركة كان بفضل الحملة الانتخابية المحرضة ضد المواطنين العرب من قبل بنيامين نتنياهو. وقال عضو الكنيسة أيمن عودي رئيس القائمة: يا أبو يائير، طبعا هو يقصد نتنياهو، للتحريض الثمن. لكن باللغة العبرية أبو يائير لهستا يشمحير، يعني بتطلع هيك أرتب. قال طبعا نحن لسنا بجيب أحد، وأكد على أنه صار إذا ما كان هو رئيسا للمعارضة فعند له امتيازات كثيرة، منها اللقاء الشهري مع رئيس الحكومة طبعا لتقديم تقرير سياسي وأمني. وأيضا هو سيلتقي حسب القانون الإسرائيلي مع كل شخصية دولية تزور إسرائيل. لكن عضو الكنيسة أحمد الطيبي يقول: هذه أحلام اليقظة، الأحزاب الصهيونية لن تمنحنا هذا المنصب. وطبعا الكاريكاتير اليوم في صحيفة دعوت أحرنوت: الساحر نتنياهو لربما تعطل الصولجان، ويدخل إلى مكان مكتوب عليه مختبر تصليح ودعم كافة الأجهزة، والساحر نتنياهو يقول له: تعطل الصولجان، خرب الصولجان، يعني انتهى سحر نتنياهو. ننتقل إلى صحيفة معريف: طريق مسدود. على ما يبدو هناك تعادل بين كتلة اليمين وكتلة اليسار المركز والعرب، وليبرمان بقي بيضة القبان، أزرق أبيض أكثر من الليكود بمقعد واحد. نتنياهو يعلن تشكيل حكومة فقط برئاستي. غانتس: نتنياهو فشل وسنجد الطرق للتوصل إلى اتفاق. نتنياهو: هناك إمكانيات فقط لتشكيل الحكومة الأولى، حكومة برئاستي أو حكومة خطيرة تعتمد على الأحزاب العربية المعادية للصهيونية. هذا أيضا من جملة التحريض الذي يحرضه نتنياهو، لكن تحريضه
في الانتخابات الأخيرة ما فادوا كثير، يعني بالعكس تماما هو حفز المواطنين العرب للخروج إلى صناديق الاقتراع. والفائز الأكبر طبعا هو أفيغدور ليبرمان. وحول المشتركة تكتب صحيفة دوات أحرونوت اليوم معريف عفوا: هرولوا إلى الصناديق، منعنا تشكيل حكومة يمين متطرفة. قالوا في القائمة المشتركة: غانتس رئيس حزب أزرق أبيض أجرى اتصالا مع رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة، وتم الاتفاق على أن يتحدثا مرة أخرى خلال الأيام القادمة. والكاريكاتير اليوم في صحيفة معريف أيضا عن الساحر نتنياهو. وماذا يقول الكاريكاتير؟ يعني أنه الساحر ضرب الصندوق، كسر الصندوق وخرج طبعا فاشل، يعني لم ينجح سحره هذه المرة. صحيفة هارتس عنوان الرئيسي: إذا التزم نتنياهو بتصريحه يعني لن يكون هناك تناوب أو مع حزب أبيض أزرق. ليست هناك أي طريقة لمنع جولة جديدة من الانتخابات. إبقاء طبعا اتفاق نتنياهو مع الأحزاب الدينية عمليا هو ليس فقط لتسجيل جسم مانع، لتشكيل عفوا جسم مانع، وإنما تعني استعداده من اليوم لجولة جديدة من الانتخابات. عاموس هاريئيل المحلل العسكري في صحيفة دوات أحرونوت يكتب اليوم أن التسخين مقصود للوضع الأمني من قبل نتنياهو قد يلغي المفاوضات السياسية في إسرائيل، وستكون حجة لتشكيل حكومة طوارئ برئاسة بنيامين نتنياهو. وبالنسبة للقائمة المشتركة والتصويت لها: ليس فقط احتجاجا على نتنياهو، وإنما الجمهور العربي خرج لصناديق الاقتراع تحد لتصريحات نتنياهو، وهناك وأيضا من أجل أن يتكون للعرب أن يكون للعرب على العرب وزنا سياسيا في الحياة السياسية في إسرائيل، ولتوسيع والعمل على توسيع التعاون مع اليهود. والكاريكاتير في صحيفة هارتس، باقي الأخبار نفس الشيء مش عايز نكررها، في صحيفة هارتس اليوم على الكاريكاتير، وطبعا الرئيس الإسرائيلي هناك من اقترح عليه، طبعا هذا كان اقتراح من ليبرمان، أن يدعو غانتس ونتنياهو إلى الغداء عنده في البيت. هو فعل ذلك حسب الرسام الكاريكاتير في صحيفة هارتس، وطبعا هو قدم لهم لكل واحد ضفدعة. الضفدعة تعني يعني في إسرائيل أنك بدك تأكل ضفدعة، يعني هاي غصب عنك، يعني لازم يكون هناك في اتفاق بين أزرق أبيض والليكود، وإلا ستكون هناك انتخابات ثالثة. ونتنياهو طبعا هو على استعداد لأن يفعل أي شيء، إن كان توتير أمني أو انتخابات جديدة أو أي أمر آخر من أجل البقاء في رئاسة الحكومة، لكن على ما يبدو هذه المرة هو لن ينجح في ذلك. السحر انتهى من نتنياهو. شكرا، ونلتقي يوم الاثنين في الاستوديو. شكرا لك أكيد على هذه القراءة وأيضا الإطلالة الجميلة صباح هذا اليوم من كفر. كان زميلنا فايز عباس، يسعد صباحك ويعطيك العافية مرة تانية. ومشاهدينا بنتابع معكم في فلسطين هذا الصباح، وبننتقل لغزة وبنشاهد هذا التقرير اللي بتحدث عن قطع فنية من مواد أعيد تدويرها، وهي فقرة مسجلة لزميلة بيداء معمر من غزة، خلنا نتابعها مع بعض. أن تصنع من لا شيء شيئا جديدا وله قيمة، فذلك هو الإبداع. أن تبدع في التعبير عن الحياة من خلال الرسم والأشكال اليدوية المختلفة، فذلك هو الفن. صباح الفن والإبداع مشاهدينا الكرام، يسعد صباحكم زميلاتي وزملائي في استديوهاتنا في رام الله. في فقرتنا الصباحية لليوم نتحدث عن استغلال مخلفات البيئة بطريقة فنية جديدة، ابقوا معنا. Thank you.
مشاهدينا الكرام، معي المبدعة غادة الطواشي من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. غادة يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك، يسعد صباح الجميع. يعني غادة ما شاء الله عليكي خريجة تخصص محاسبة وتبدع في مجال الفن مثل ما احنا شايفين، لو خلينا نعرف في البداية متى بدأت غادة باستغلالها لكل هاي المخلفات؟ بلشت من البداية، من وأنا صغيرة كنت أستغل خامات بسيطة عندي موجودة بالبيت، أعمل منها هدايا أهديها لصاحباتي. كان المس مثلا تطلب منا شغل في مجال مادة الحرف اليدوية، كنت أنا أنجز هاي الأشياء من خلال الخامات البسيطة اللي عندي. كان استغلال واضح انه كنت تستغلي انه من خلال انه هاي الماده اللي كنت تدرسوها تعمل شيء. ايش اول عمل بسيط عملتيه وكان يعني لقى اعجاب الجميع؟ من الاعمال اللي هو اعاده تدوير الشمع نفسه، كنت انا الونه بشمع الالوان، اعمل منه في كاسات من وانا صغيره هذه الشغله، يعني من مرحله الابتدائي. قديش كان عمرك بالضبط؟ من مرحله الابتدائي. الفيلم ابتدائيه. اها طب حلو انه انت طفله كنت كمان تستغلي وقتك، انه غير اللعب كمان انه اي شيء قدامك ممكن انك تعملي فيه اي شيء. مثل ما احنا شايفين في ازايز انه هنا حبيتي تستغليهم وتعمليهم شكل جميل، كيف اجت الفكره لغاده حتى تعمل هذا الشكل؟ بلشت ابحث عن طريقه لاستغل الزجاج، لانه صعب احنا نتخلص منه من البيئه، فبالتالي وجدت طريقه على اليوتيوب كانت بدها خامات. هاي الخامات مكلفة، بس أنا ما بحب إنه أروح أشتري وأكلف نفسي. لجأت لخامات عندي موجودة من قبل، استعملت هاي، أنتجت منها مادة واستعملتها على الزجاج. كانت هي عبارة عن تجربة، وتجربة فعلا كانت ناجحة وأطلعت لي إشي مرتب. فعملت هاي المادة ودهنتها على القزاز بأكثر من وجه. بعد هيك قررت أوصل لمرحلة أنه أنا بدي ألونها، بدي لها لون يطلع أنه إشي مرتب، فوجدت أنه لون الخشب دهنته عليه وطلع فعلا يعني القزازة كأنها احنا مثل ما شايفين. بدل المرحلة الأولى اللي انت حكيتي فيها واستغلالك انه لبقايا دهانات، وحابة انك تظهري بأي شكل، انه اخترتي اللون الخشبي اللي هو قريب من لون الأنتيكة وال يعني الأشياء الخشبية، اختيارك لهذا اللون كان مقصود؟ لا، هو المادة كانت عندي برضو متوفرة، توفير. أنا بدي أجربها، قلت كأنها تجربة بدائية أشوف كيف يطلع على المادة حيزبط أو لا، وفعلا النتيجة كانت كتير حلوة. وأنا من النوع اللي بحب الإشي الطبيعي، بحب الورد المجفف الشغل فيه، بحب الخشبيات الأشياء هاي أنا بحبها أكتر. طبعا هاي بتدي مظهر جميل يعني للناظر. شايفين إنه اختيارك للوردات قديش إنه كمان استغلالك للمرتبنان يعني حاطة فيهم شغلات إنه بسيطة، يعني كيف إنه الأفكار تيجي لأي فنان حتى إنه يستغل إنه بطريقة وحتى تعجب كمان الجميع؟ الأفكار هو الشكل اللي عندي، مثلا شكل الزجاجة اللي موجودة، مثلا هنا في عندي هنا زجاجة شكلها، وإنه في مجال أنا أدخل جواتها، أو حالي إنه أنا لازم أشتغل جواتها مش هشتغل من برا. تمام، لو قلتي لنا شو استخدمتي في هاي؟ هاي شو استخدمت؟ في عندك الونجارة الخشب برضو، هاي شغل إعادة تدوير. في عندي صدفات بسيطة، أحجار، ورد مجفف، هذا أنا مجففه، هذا من عندنا من الطبيعة، من الشجر بجيبه بجففه. في عندنا هنا الخش، هذا خش كاس. يعني هاي ما كلفتك بتاتا، بس انه التكلفة بقيمة هاي الزجاجة. بالضبط. الخرزات هاي موجودين مثلا عندي، كنت انا مسبقا شارياهم واستغليتهم، فيعني الشغلة هي اللي بتوحي لي الفكرة كيف استغل، والخامات اللي عندي هي اللي بتوحي لي كمان. غادة كيف استطاعت انها تستغل هذا الوقت بتوفيقها ما بين تخصصها، تخصصك محاسبة بعيد يعني باختلاف عن هاي الموهبة، كيف كان؟ استغلت انا كل اوقات فراغي في هذا المجال، انا بحب الاشي هذا كتير، يعني لو اضيع كل وقتي فيه مش هحس بتعب او احس انه انا زهقت منه او هيك، لا بالعكس. كل اوقات فراغي يعني بنبلشت من وانا صغيرة، كل اجازاتي كلها
في الأشياء هاي. يعني نقدر نقول إنه الفن كان مع غادة موهبة وإبداع، إنه بخلاف عن التخصص. لو هاي الموهبة كانت منذ الصغر لغادة، ليش ما كان التخصص يعني إنك تدخلي فن، ولا إيش كان السبب المعنى؟ والله الأهل حفزوني إنه أدخل في مجال الفن. من وأنا صغيرة كانوا بيحكوا لي إنه فوتي مجال الفنون الجميلة وهيك، بس خلص التخصص إجا هيك صدفة ودخلت التخصص. لكن احيانا الموهبه لما الشخص بنفسه ينميها بتكون افضل من قراءتها كتخصص. نميتي الموهبه وطبقتيها، ومثل ما احنا شايفين اكيد في مشاركه لعملك للمشغولات اللي قدامنا في معارض، في اي مشاركه لك؟ كيف كانت مشاركاتك؟ صحيح، بلشت اول مشاركه لي في معرض جراند شو في نهاية 2018. هاي كانت أول ظهور إلي على الساحة. أول تجربة إليك كيف كان؟ كانت يعني صحيح إنه مستوى البيع مش كتير، لكن لقيت إقبال كتير حلو على المنتجات، إعجاب كتير شديد. يعني كان أول ظهور وأول نفس الوقت لقيتي التشجيع والدعم والإسناد من الأهل، من الأصدقاء، حتى من الناس اللي شافوكي. صحيح كتير، لدرجة أنه أنا قررت أشارك بعد هيك بأكثر من معرض. اشتركت في معرض مرايا فلسطينية، واشتركت في بازار وزارة شؤون المرأة، إلى الآن يعني بأطمح أنه أشارك بمعرض خارج قطاع غزة. بتمنى لو أجت الفرصة، لو أجت الفرصة لغادة أنها تشارك بأعمالها البسيطة وبتعبها وبتكاليفها خارج غزة، شو ممكن أنك تظهري أو تعرضي غير الموجود؟ أكيد كل يوم أنا ما بحب أشارك بمنتجات نفسها اللي أنا شاركت فيها سابقا. كل مشاركة بمعرض بنقطع شوية عن المعرض، بشارك بشغلات جديدة. يعني لدرجة أن الزبائن في المعرض بيجوا بيحكوا لي ما شاء الله المرة هي جايبة أنت قطع جديدة. غادة، كل يوم يمكن عندك طموح بيكبر من خلال انه هالعمل قدامك، بتتشجع انك تعمل كمان تطوري من ابداعك. شو هالطموح من يعني صبية شابة وكمان خريجة محاسبة خلاف عن تخصصها؟ صحيح، بطمح في البداية انه اشارك بمعارض خارج قطاع غزة، اعرض منتجاتي، اشوف اقبالها الخارجي. صحيح انا طلعت قطع للضفة للقدس، لكن يعني شغلات بسيطة، لكن بطمح إنه يكون شغلات أكتر وبشكل مستمر. بعد هيك بطمح إنه يكون عندي محل وأستغل هذا المحل، إنه أدعو الناس يستغلوا الخامات هاي، ممكن يجيبوا لي إياها، أنا أنتج لهم منها تحف، أنتج لهم منها هدايا. يعني الشخص ليش ما ينتج هدية من خامات عنده؟ هيك أقل تكلفة له، عليه أقل تكلفة يعني عليه ماديا. تاني شغلة بيكون الإشي جديد مش تقليدي بالنسبة للي موجود. هدية متعوب فيها يعني أكثر حاجة. هلأ غادة، يعني حابة أسمع منك أنه رسالة للشباب، للصبايا، يعني أنه أكيد كتير في عنا خريجين وخرجات ما يعني ما في لهم أي فرص عمل، كتير أنه في يأس في حياتنا أنه إحنا خلص ملينا ما في أي فرصة لنا. هل أنه ممكن نستغل الوقت بالمناسب مثل ما عملت غادة، أو كيف حتكون هاي النصيحة؟ صحيح، طبعا أنا بنصح جميع الخريجين والخريجات، جميع الشباب، كل حدا طموح عنده موهبة، ما في حدا أنه ما عنده موهبة. كل شخص لازم يسعى وراء موهبته، يطور من موهبته، ينتج مشروعه الخاص، ما ينتظر وظائف إلى أي جهة معينة. بالعكس، أنت لما تنجز في مجال موهبتك تكون تشتغل لصالح نفسك، أنت هيك بيكون لك قيمة أفضل من أنه تكون تابع لشخص أو تشتغل عنده راح يطمسك ومش راح تبرز موهبتك. يعني ما شاء الله عليك غادة، استغليتي الوقت بالمفيد، وهذا ما شفناه معك اليوم، وإن شاء الله بتقدر تحققي طموحك، والتوفيق إليك إن شاء الله. كل الشكر إليك غادة الطواش. وشكرا لكم وأهلا وسهلا فيكم. أهلا فيكي، وإحنا فخورين بأعمالك وإن شاء الله كل التوفيق. إذن مشاهدينا الكرام، يبقى الفن رسالة ثقافة وحضارة لأي مجتمع، وهذا ما قدمته غادة الطواشي في فقرتنا لليوم من المحافظات الجنوبية. نحن كنا وصلنا لختام هذه الفقرة، بالعودة إلى استديوهاتنا في رام الله واستكمال مشوار فلسطين هذا الصباح، ويسعد صباحكم من جديد.
شكرا لك. اكيد بيداء، لتعرفينا على هذا المشروع والطرق الفنيه في اعاده تقديم وتدوير الاشياء المنزليه اكثر. واحنا هنا نرجع لرام الله والاحداث في رام الله فجر هذا اليوم. صحيح نوره، يعني مشاهدين المره الثانيه في اقل من اسبوع الاحتلال قام باقتحام مدينه رام الله فجر هذا اليوم، اطلق الرصاص الحي والمعدني، القنابل الصوتيه والغازيه، وكان الهدف اقتحام النقابة العامة للعاملين في قطاع الخدمات والأعمال الحرة. خلنا نتابع هذا التقرير اللي أعده زميلنا علي دار علي. للمرة الثانية في أقل من أسبوع الاحتلال يقتحم مدينة رام الله ويتمركز في وسطها مطلقا الرصاص الحي والمعدني والقنابل الصوتية والغازية. قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بنحو 15 جيبا عسكريا وحاصرت عددا من البنايات وأغلقت الطرق الداخلية. الهدف استباحة النقابة العامة للعاملين في قطاع الخدمات والأعمال الحرة داخل بناية الغرفة التجارية، حيث صادر الاحتلال بعض الممتلكات الإلكترونية والورقية بالإضافة إلى تخريب وإفساد ما تبقى من محتويات. قرابة ثلاث ساعات على القمع والمنع مرت فيما شهد المحيط مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، أصيب خلالها 5 شبان بالرصاص المعدني والعشرات بحالات الاختناق الشديد. الاحتلال داهم أيضا عددا من المقاهي وتمركز فيها لقنص الشبان وإصابة أكبر عدد في صفوفهم. اندحر المحتل بعتاده ومعداته العسكرية، فيما بقيت حجارة أرض الوطن، حجارة الشبان التي تصدت لهذا الاقتحام، شاهدة على جبروت المحتل وصمود هذا الشعب. من وسط مدينة رام الله، علي دار علي، تلفزيون فلسطين. احنا اكيد بنشكر زميلنا علي دار علي. الوضع ما في الاجواء اللي كانت صباح او فجر هذا اليوم في رام الله. احنا الان ننتقل الى سوريا لمعرض كتاب. هذا المعرض نظم لهذا العام بعنوان الكتاب بناء للعقل. هي كانت فعاليات معرض الكتاب بدورته 31 في العاصمه السوريه دمشق. مزيد من التفاصيل مشاهدينا في التقرير اللي عده الزميل مصطفى رضوان. تحت عنوان الكتاب بناء للعقل افتتح معرض الكتاب بدورته 31 بمكتبة الأسد الوطنية في العاصمة السورية دمشق، وذلك بمشاركة 13 دولة عربية وأجنبية منها مصر ولبنان والعراق وروسيا وأندونيسيا والدنمارك، وحضور لفلسطين من خلال اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين، كما شارك 237 دار نشر بما يزيد عن 50,000 عنوان، ونسبة الحصومات من 25% إلى 80% على الكتب للتشجيع على القراءة. معرض هذا العام يتميز حقيقة بمشاركات عربية وأجنبية ومن دور نشر ذات أثر كبير في الثقافة العربية. معرض الكتاب ليس فقط للكتاب الفكري والثقافي والأدبي، بل أيضا هناك الكتاب العلمي والكتاب الطبي والهندسي، وأيضا الكتب المترجمة، وهناك كتب بلغات أجنبية وهو كتب الأطفال. يلاحظ أن الشريحة الأكبر من يعني من الزوار هي من الشباب، هذا مؤشر إيجابي جدا. حتى هناك يعني ملاحظة حقيقية أنه خلال يومين الماضيات كان لاحظت أن أسر سورية، يعني عائلات كاملة معهم أطفال، في اهتمام من الأسرة السورية لشراء كتب الأطفال، مجلات الأطفال. هذا مؤشر إيجابي جدا. أول مرة بيكون في مشاركة بعنوان نتاج الحركة الوطنية الأسيرة، أدب السجون، أدب المقاومة. عندنا مجموعة كتب يعني بتقارب 100 عنوان جبناهم بمعاناة وبصعوبة لوصلوا لهون، جزء منهم ضاع على الطريق من الأرض المحتلة طبعا، كلهم بالمجمل هاي الكتب هن لأسرى
داخل السجون أو أسرى محررين. أكثر ما يميز هذا المعرض هو تخصيص جناح للناشرين الشباب بشكل مجاني بهدف دعمهم وإعطائهم فرصة لتجاوز الصعوبات التي يعاني منها البعض، والملفت أيضا عدد الزوار من جيل الشباب الذين جاءوا من أجل اقتناء عدد من الكتب والروايات، خاصة مع زمن وسائل التواصل الاجتماعي ونسبة عدد القراء المتدنية جدا بين الشباب. لي انه اقرا من الكتاب ورقي احسن بألف مره من اني اقرا على النت، يعني ما بحس بهي المتعه الا اذا كان الكتاب بايدي. هلا معرض الكتاب اوكي، في عندك اماكن عم يحطوا حتى روايات باللغه الانجليزيه، كمان شغله كثير ممتازه انه الواحد يقرا، كله بيقوي لقدام. اول شيء انه يكون في معرض كتاب اصلا بقلب البلد، انه من كافه الاعمار عم يجوا يشتروه، هو شغله كثير منيحه. مع كل التطور الموجود بالسوشيال ميديا بضل الكتاب له اهميته، يعني بضل انه الواحد عشيه اذا قاعد بفرشته قبل ما ينام حب انه يقرا شيء، اكيد كله هيدا التليفون والهي ما بيعطي الروحيه والمحبه للقراءه مثل الكتاب. الواحد بس يقرا بيوسع افكاره بينمي فكره، واحسن من التليفون، يعني بكون تشجيعيه اكثر. كتير في شغلات حلوة أنا بحب المعرض، في بلدان مختلفة، لذلك أنا بحب نوع البلدان، مثلا لبنان، مصر، دول عربية، حتى في دول غربية جاي لهون. بحب شوف الكتب، أكتر شيء في كتب تجذبني، مثلا كل شيء تنمية ذات، تنمية بشرية مثلا. خود هذا لي، لا لإليها، هذا لا لا أنا، لا لا أنا. بتحبيهم هدول؟ ايه كثير بحبهم. كثير؟ شو كمان؟ هذا وهذا وهذا وهذا. انت ما بس هذا، هذا وهذا وهدول كلهم. كلهم كلهم كلهم؟ ايه. انت شو اسمك؟ لولو. المعرض سيشهد حفلات توقيع لأكثر من 400 كتاب، فضلاً عن برنامج ثقافي غني ومتنوع يتضمن مهرجاناً سينمائياً لأفلام سورية وأجنبية، والاحتفاء بشخصية المعرض الفيلسوف الشاعر أبي العلاء المعري، فضلاً عن ندوات فكرية ومعارض فن تشكيلي وأمسيات شعرية وقصصية لأدباء سوريين وعرب. معرض الكتاب معرض ثقافي يحمل في طياته مرحلة ما بعد الحرب في سوريا وزيادة الوعي لدى الشبان، خاصة بعد تعرض الإرث الثقافي والحضاري للتخريب والتدمير. من مكتبة الأسد الوطنية بالعاصمة السورية دمشق، مصطفى رضوان، تلفزيون فلسطين.
أهلا فيكم مشاهدينا من جديد، متواصل برفقتكم بهذا المشوار الصباحي من فلسطين هذا الصباح في هذا اليوم اللي هو بوافق 19 من أيلول. وإحنا كما كنا هيك عم ندردش الصبح أنا ويارا، هو إحنا على مقربة من بداية صحيح. فصل الخريف صحيح. يبدأ أو رح ينتهي خلينا نقول يوم الأحد ويبدأ يوم الاثنين. صحيح، يعني من المفترض أنه هو يبلش ب 23 من الشهر. طبعا مشاهدينا هيك إحنا بتتغير علينا الحالة الجوية، ببلش درجة الحرارة بالانخفاض، ممكن تأثر علينا وممكن تأثر على الأطفال بشكل رئيسي. نعم، وهيك بحديثنا إجمالا هي مش بس التفكير عن الأطفال بهذا المحطة الصباحية، ربما بالحديث عن تقلبات الطقس وما يحمله من فيروسات أيضا بتأثر على أنت ذكرتي عن الأطفال اللي هي ارتفاع درجات حرارة الأطفال، ممكن هي الأعراض هي تكون مصاحبة أيضا لهذه الفترة. مش بس طبعا ارتفاع درجات الحرارة للأطفال بتكون فقط بفصل الخريف، هي بتكون على كل السنة صحيح. بس إحنا خلال يعني هاي المحطة الصباحية لهذا اليوم حبينا هيك نقدم نصائح للأمهات إنه كيف يتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة بما يتعلق بموضوع الأدوية سواء كانت صحيح. عن طريق التحميل أو حتى عن طريق الشراب. صحيح، وهذا بالهدف يعني الأساسي هو تعزيز المناعة في فصل الخريف. مشاهدينا طبعا للتفاصيل أكثر اليوم إحنا بنرحب بزميلتنا نادين جواريش، يسعد صباحك، ومع الدكتور عماد قلالوي للحديث أكثر عن موضوع انخفاض درجات الحرارة للأطفال وكيف ممكن أنه نتعامل مع درجات الحرارة. يسعد صباحكم. صباح الخير. يسعد صباحكم مشاهدينا وخليكم معنا. يسعد صباحكم مشاهدينا من جديد، واهلا وسهلا فيكم في فقرتنا الطبيه طبيبه كل يوم. زي ما اشار زميلاتي رح نتحدث في موضوع درجات الحراره، واللي هي سؤال او نحكي اكثر وهي اكثر المخاوف اللي ممكن يواجهها الهم الاهالي لاطفالهم، خاصه لما بنحس انه ابنه ارتفعت حرارته. كل هاي الاسئله كيف ممكن نتعامل، امتى راح يكون بنحس انه هل فعلا هو ناقوس الخطر ولا لا، كل هاي الاسئله راح نجاوبها مع ضيفي اللي بيسعدني ارحب فيه الدكتور عماد قلال واستشاري طب اطفال وحديثي الولاده. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك دكتور. صباح الخير لكم ولجميع المشاهدين. نورتنا دكتور. تسلم، شكرا دكتور. يعني زي ما اشرت سابقا انه موضوع درجات الحراره، اولا نتحدث عن درجة الحرارة، كثير من الأهالي بيكون عندهم مخاوف أو بيعتبروا أن درجة الحرارة هي مؤشر خطر، خاصة يعني للأطفال، خاصة بالعمر الصغير. لو نتحدث أكثر عن درجة الحرارة، الدرجة الطبيعية، إمتى لازم إحنا نحس أنه ابني أو طفلي لازم أتوجه فيه للدكتور وغيرها من التفاصيل. صحيح، يعني شكرا لكم على طرح هذا الموضوع المهم اللي بيواجهنا بشكل يومي بصراحة. هلا اول شيء لابد ان ننوه انه ارتفاع درجه الحراره هو عرض وليس مرض، يعني احنا ما بنعالج الحراره بحد ذاتها بقدر ما انه احنا لازم اول شيء نبحث عن سبب الحراره ونعرف هل انه الحراره هذه يعني بتستدعي انه نقلق او بتستدعي انه ممكن تكون مساله بسيطه وممكن نعالجها في البيت يعني بطريقه سهله ونعطي تعليمات للامهات. بس اهم شيء في الموضوع انه نعرف يعني الستات يكونوا عارفين امتى الحراره هذه بتكون مؤشر خطر بتدل على شيء خطر عند الطفل، ولازم باسرع وقت ننقل الطفل. يعني دكتور يعني قبل ما ننطلق لهذا الموضوع حابه كمان نفسر بطريقه علميه كطبيب معنا. اصلا الجسم طبعا الانسان يعني او اي طفل جسمه عاده في عمليه بتصير بالجسم بما انه بتاقلم من اكثر من جو، فكيف اليه الجسم انه ليأقلم الجسم على درجات الحراره المختلفه، ممكن يكون من مكان سخن لمكان بارد، ففي اليه بالجسم اللي هي التبخر او غيرها. خلينا نتعرف اكثر احنا والمشاهدين طبعا الامهات اكثر، لانه بتعرف دائما الامهات في عندها قلق بخصوص موضوع درجات الحراره خاصه عند الاطفال. صحيح، يعني هي ارتفاع درجه الحراره عند الطفل هي ردة فعل طبيعية وجزء من جهاز المناعة لما يكون في مشكلة عند الطفل، سواء التهاب بكتيري ولا فيروسي ولا يكون سواء من الأمراض النادرة اللي بترفع درجة الحرارة. يعني الجسم
بيتأقلم مع الظرف اللي طارئ سواء بارتفاع درجة الحرارة أو بانخفاض درجة الحرارة. حسب بتعرض دكتور يعني حسب شو بتعرض مناطق دافية طبعا يعني في آلية في جسم الإنسان تحافظ على درجة حرارته ضمن نطاق معين، يعني سواء تعرض لارتفاع درجة حرارة الطقس العالية أو انخفاض درجة الحرارة، ربنا خلق الإنسان إنه يتأقلم مع هذا ويحافظ على، يعني زي كأنه في ثيرموستات في المخ بيحافظ على درجة حرارة جسم الإنسان. لكن هذه الآلية بتكون عادة ضعيفة في الأطفال الصغار كثير، الأطفال اللي بيكون عمرهم صغير وفي الكبار في السن، يعني ما بيكون عندهم بتكون مناعتهم فعليا مناعتهم بتكون قليلة، فأي مؤثر خارجي ممكن يأثر. يعني إذا مثلا إحنا جبنا طفل مولود جديد ودفيناه زيادة ممكن هذا يؤدي لارتفاع درجة الحرارة. طبعا هذا كمان دكتور بدنا نشير له إنه يعني في بعض الممارسات الخاطئة من الأمهات، يعني حتى إذا اجى البيبة او ولدت بفصل الصيف بتلاقيها لبست وشتى وبتحكي لك انه صغير مثلا او بتلفلف كثير. صحيح دائما بننبه لها انه يعني الطفل مش لازم انه نخاف كثير عليه وندفيه زياده عن اللزوم. تقريبا يعني الطفل المولود الجديد بده قطعه زياده عن الاكبر منه سنا. اما اذا احنا بندفيه زياده عن اللزوم زي ما حكينا اللي هو الاليه او اللي موجوده في جسم الطفل ما بتقدر تحافظ على درجه حرارته. يعني اذا دفيناه زياده بترتفع درجه الحراره. هلا هذا الحكي بيعمل عنا ارباك، احنا الاطباء بيجيبوا لنا طفل مولود جديد كانوا مدفينه ملفلفينه كله ملفلف بحرام وعنده ارتفاع في درجه الحراره، احنا ما بنقدر نميز انه هذه الحراره سببها التدفئه الزايده او انه يكون في عنده شيء خطير لا سمح الله. فاحنا على طول بندخل الطفل للمستشفى اذا كان مولود جديد وعنده ارتفاع درجه الحراره. طبعا. شوفي قديش هذا بكلف الاهل وقديش بيعمل عندهم ارباك وقديش هذا يعني بيعمل مشكله للطفل انه احنا بنضطر نعمل له فحوصات ما لها لزوم، وهو المشكله الاساسيه كانت انه مدفينه زياده للطفل. لو بنتحدث دكتور عن اسباب ارتفاع درجه الحراره، زي ما انت اشرت سابقا انه ارتفاع درجه الحراره مش مرض، هو مؤشر انه في مرض معين. صحيح هي عرض لمرض. هلا في امراض كثيره بترفع درجه الحراره، اللي اكثر شيوعا هي الامراض الفيروسيه اللي بتنتشر اكثر في فصل الشتاء وفصل الخريف. في الأمراض البكتيرية هي أكثر خطورة. في أمراض أخرى نادرة ممكن تعمل ارتفاع في درجة الحرارة غير الأمراض البكتيرية والفيروسية، زي أمراض تخص جهاز المناعة في الجسم أو كذا، هذه أشياء يعني أقل شيوعا. ولكن إحنا بنقدر نحكي أنه 90% من أسباب ارتفاع درجة الحرارة هي أمراض فيروسية، أقل اللي هي الأمراض البكتيرية. فالأهم من هيك أنه نعرف سبب الحرارة قبل ما أنه نباشر في علاجها. صحيح دكتور، يعني برضو إحنا ما ذكرنا يعني بجوز نسنا أنه إيش هي درجة الحرارة الطبيعية للطفل. صحيح. وكيف أنا ممكن أقيس درجة حرارة، يعني في وسائل مهم. مختلفة يعني كثير بيجونا ستات للأسف بيقولوا إحنا حسينا أنه سخنا. طيب قست درجة الحرارة؟ لا ما قستها. ضروري جدا مثلا بالحس أو باللمس، هذه مش شيء دقيق لقياس درجة الحرارة. ضروري جدا إنه كل ست عندها أطفال في البيت يكون عندها ميزان حرارة وتعرف كيف تستعمله. كثير إحنا بالأطباء الأطفال بنعلم الستات أول ما ينولد الطفل لهم بنعطيهم ميزان حرارة وكيف يقيسوا الحرارة، لأنه هذا الحكي